نزلت. صباح الخير عليكم، اهلا وسهلا، كي صبحتوا؟ كنتمنى تكونوا كاملين على خير وبخير وما ناقصكم خير. وانتم كتشوفوا هاد لا فيديو، شوفوا معايا الحنينه يا لاله، زال الحنينه صبحت. المهم الحباب ديالي لقيتوني، غادي نمشي نجيب الفطور، غادي نعاود لكم كل شيء على البارح لان صافي دخلت ايبويزي. ماشي غنمشي نجيب الفطور، شهيت السميده، شهيت مخنفر، غنمشي نجيب السميده الرقيقه، عندي غير السميده الغليظه، وعلى الله نجبر الدوليز كاينه هنايا محلوله، ما شفتش حتى في انترنت، قلت خرج وصافي حيت شهيها بقى بالجوع. والله العظيم ما جمعت لا دار لا حتى شي حاجه، خليت روين هيدك مع البارح ما قيلتي في الدار. والله العظيم سبحان الدار، الله يستر بحال الحرب، حيت كتغيب على الدار واحد النهار نتوما عارفين، راه واخا كنخرج هذا كنجي كنفدي داكشي مضوبل ومتريبلي. فاليوم ان شاء الله غيكون نهار كله نيتواج، واخا الجو مزيان ضروري خاص شويه الخدمه، ماشي غير رفاهيه، ولكن قبل هادشي غادي نمشي نقلب على السميده الرقيقه في الدوليز. تقولي لي الصطيعه بتاعت البلديه باش نجيب السميده الرقيقه. وصاحبتي هم سلمى الغزاله الله يعطيها الخير، الصديقه ديالي هي ديجا كانت كتقدى عندي ملي كان المحل انايا وثلاثه عزيزه عليا، هي بنت مني من الله يعمر ليها الدار البنات، عرفتوا واحد عزيزه عليا بزاف، حلوه وكتقتل بالضحك وظريفه وبنت الناس، هي اللي كتبيع هادشي وفيت عندها لي ميم برودوي كو سويس لاين، غير هي كاينه في لا فرانس وكتليفري اوروبا كامله بالنسبه للناس اللي هنا كياخذوا مع سويس لاين، بالنسبه للناس اللي بغاو ياخذوا هيدا اونفويي تكونتاكتيو معاها. هانتوما هاد اللعيبه هادي اللي بحال المبخره ديالي، هادو فيها ديال النحاس لو فري كويفر البنات، وكتبيع بزاف ديال الحوايج اخرين بحال هكذا بلديين ولا ديال البرارد ولا الكيتان ديكوراسيون. دونك دخلوا عندها الانستغرام الا كنتم مهتمين، عند سميتها هوم سلمى، وديجا تعاملوا معها البنات وديجا خداو عليها البنات، الله يعمر ليها الدار، وحتى الثمن ديالها بحالها بحال السوق زعما، ما غاليه ما حتى شي حاجه، كتخلصوا ابخي الترونسبور ديالكم. فوالا دونك جابت لي هادي الله يعطيها الخير، فرحت بها بزاف هي والزوج ديالها، وجابت لي اختي شوفوا معايا على هادشي شحال زوين غنعملوه في ديك الصويلين، كيحمق شتو على طاس شحال غزال، عجبني بزاف حتى هيدا في العيد شي بلاطو ديال الحنه غتحطو به الحنه. بغيت نوريكم الحنه، الوغ الحنه اللي عملت البارح تبارك الله خرجت لي مخيره، البنت اللي كتعملها 5 دقائق كتحيدها كتخرج لك الحنه ديالك، شوفوا معايا غزاله بقيت بها غير 5 دقائق. الا كنتو مهتمين راه هي كتخدم هنايا في بروكسل، كتجي عندكم للدار وانتوما كتجيبوا لها البيدات ديالكم ولا نتوما كتعمل الحنه، حنا عملنا انا وسيرين وصحاباتي هادي، والوغ من عند المراكشيه غادي نوريكم بعدا المراكشيه لو نيميرو التليفون ديالها الا كنتم مهتمين. ها انتما الوغ الرقم 0033 625 629 965 ها انتما 0033 625 629 965. الوغ المراكشيه عطاتني هاد التخالط ديال اتاي، ولكن ما جربتش حتى هند، راه واعرين حيت هند انتما عارفينها مراكشيه، وعطاتني املو اللي حليته غير باش ندوقو، الساعه مشى النص ديال لو بو، عرفتوا هاد املو والله البنات زعما مانيفيك، انا عطاتهم لي يعني عجبني ولا ما عجبنيش غنقول رايي تبع لي، املوا بلدي وفعلا بلدي البنات، عرفتوا كتحسوا ما عرفتي واش فيه زيت الارغان ولا فيه العسل الحر ولا ولي مخصو ديال اللوز بحال هكذا، عرفتوا الجديد خطير. وكذلك عطاتني الخليع، الوغ الخليع عندها جوج انواع، عندها الخليع بالشحمه العادي حتى هو فيه زيت البلديه، وعندها الخليع غير بالزيت البلديه بالنسبه للناس اللي عاملين حميه. انا بما ان كانت معايا صاحبتي سيام وهي تقول لي خدي اختي بالشحمه حيت هي خيراتني، خدي اختي بالشحمه باش ناكلو معاك، الا كلينا الخليع ناكلو الخليع الحقيقي التقليدي. دونك باقي ما ذقتو الصراحه، باقي ما جربتوها نتوما مجدود، ولكن هي عندها داكشي ارتيزانال باينه غيكون مزيون، تنجربو نقول لكم. من عند كوين بيوتي بروكسل، فوالا ناتورال برودكت كوين بيوتي هانتوما. الوغ شنو عطاتني؟ عطاتني واحد الماسك ديال الشعر كيراتين ماسك، عندها لي برودوي دو كاليتي حتى الباكاجين ديالها تبارك الله. الوغ عطاتني الماسك ديال الشعر، قالت لي لا ميا عافاك جربيهم، وهضرت لي على لي برودوي ديالها وكانوا مقنعين الصراحه. عطاتني هاد الزيت لي 100% بيو اللي قالت لك مفيده حتى هي لتساقط الشعر والتجربه،
انا باقي ما جربت هادشي فوالا. المهم كنوريكم هادشي باش الا كنتم مهتمين، حيت على ما نجربوا على مده طويله. الوغ شنو عطاتني اخر؟ عطاتني هاد الانتي سيرم اللي كيبوستي تحت العينين ولي بوش، وقالت لي حتى لو كونتور ديال لي ليفغ. ها هو لو انتي سيرم نيله الزرقاء واقيلا هذا ما عقلتش. وعطاتني كذلك هادي شنو؟ لا هادي اللي ليهم جوج، هذاك غير العينين كونتور دي زيو اي ليفغ. هو هذا، هذا كتب عليه ماجيك ديو، هذا ديو ماجيك. قال لك شي حاجه خطيره، قال لك حتى الناس اللي عندهم لي بوش ولا المهم قالت لي خطير هنا كتقات لي الناس داوها من عنده وعاودوا شي حاجه اللي خطيره. انا باقا ما جربتوه، هذا الشيء خصو الوقت عاد تشوفي النتيجه ديالو. مي كنوريكم كوميم سي سي عاد دي بيو. ها انتم لا تيكستور ديالو، اه القوام ديالو ديجا، شوفوا القوام ديالو ديجا خطير. فيه القهوه، قالت لي فيه لي زيكستري ديال القهوه، تو تيب دو بو كيجي مع الجلد كامل. وشنو سواغ ماتان او سواغ تعمل في الصباح وفي العشيه. قالت لي فيه بزاف ديال المكونات اللي مفيدين بزاف، وقالت لك الناس لقاو عليه نتيجه. المهم هذه سميتها ماجيك ديو، ماجيك زعما شي حاجه يا سلام ماجيك. صافي هادشي اللي كاين. الحميميقه ديالي كيعوم على برا لينا مسكينه، عمرت له بلا بيسين. انا دابا غنقلع هادشي وغادي نلبس لك شي سروال بيجامه ولا شي تيشيرت، وعندي واحد الروينه في الدار غادي نوض ندردك على الدار بلا تصوير بلا حتى شي حاجه، لان التصوير ملي كتكون كتمشغل كياخذ الوقت. انتوما دو بيس انا عملت لهم الريال في انستغرام كيحمقوا. هانتوما اليدين ديالها، انت حيت كاينه كسيوه بحال هكذا فيها الكميمات حتى لهنايا وهو ذات الارض، غادي نوريها لكم لهن فوالا باش تبان لكم مزيان بحال هكذا. شفتوها بحال هكذا خدومه بحال بالاستخاص حتى للقاع، شفتوها والكميمات ديالها كذلك. وانت حيت كسوه، وبالنسبه للكسوه راه كتجي مع لي طاي كاملين كتوسع راه، وكتشد هنايا بواحد اللعيبه صراحه تخي تخي كلاس تخي شيك. عرفت تصبح بها هيدا في الدار كن بحال هيدا العيد ولا نهار الجمعه ولا النهاره اللي زوينين باش ما تكافش، ولا ماشيين عندكم الضياف ولا ماشيين عند الضياف. فنه 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 كتجي كتحمق في اللبسه البنات قسما بالله، الا فنه تحس براسك بحال شي ملكه. فوالا انتوما زال عجبتك عليا فنه. انت تفي كوا؟ ادي سا سي بيان. شوفوا لينا مسكينه عرفت قتلات الحراره وعمرت نخوتها لابيسي صغيره. ماما ماما لا هي بصح صح 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 في لا سوربريز، خليها تعمل لي لا سوربريز. نعم اون فيت اون في شاسو تريزور بروبليم اي سي سي لا سوربريز. اوكي tu vas mettre quoi dans ta chasse au trésor واخا ما صممت toutes les bouteilles qui est par terre dit عليا quoi ramasse toutes les bouteilles qui traînent par terre. شتوها لينا مسكينه عطله. باش عمرتيها لينا؟ باش عمرتيها؟ لا 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 فونتوز باش عمرتيها؟ Ah oui, on a ça? Bah oui, il est là. Électrique. Ah oui, d'accord, d'accord. Je mets le drill, je mets le blast, tout le matériel qui est utilisé. Je vois, je vois, je vois ce qu'il y a là, que l'on est venu. Là, هذا البنات غنوريه لكم، هذا خديتهم، هذا نوريه لكم، خدينا غير من اكسيون. هذا البنات خديتو غير من اكسيون. ما وصلش حتى 50 اورو وما بيش، هو مزيان هنايا منظم الامور هنايا، شفتو؟ امين فيكسه هنايا في الحيط. هو دابا فين البريس كيمشي عند البنات نعمرو به الماء. طويل. لا واشتو ايوا اختي ما نقول لكش. هذا الصالون المغربي كي كيولي مع فيه التلفازه البنات تما فيه كيتفرجوا، بديت به هو الاولاني حيدتو حيت خصنا ان شاء الله الا كتب نعملوا فيه العيد ديالنا حنايا قلالين. وهذه الحباب يلاه درت صورت لكم الحمد لله، صورتها لكم في انستغرام، عملت لكم بها ستوري وطاقيت لا بيرسون حتى كانت جبت للربحه صافي نوت ضربتها في الارض وجطحت ماشي بالعين ضربتها برجلي. البنات هذه من الايام اللي كنا كنشعلوها وهي هكا مجدوده مع ما كتبانش هكذا كبقات نسيناها. بديت بها اول حاجه كنجمع هذا الرماد كامل هذا الخشب وهذا الشيء كامل، بعض المرات كنصبيغها بلاسبيغاتور باش كتصف مزيان، بعض المرات كنكمل الباقي غير بالماء والطريقه ديالنا الشعبيه. صافي واخا الدفران جداد واخا البابيون اختكم داكشي باليدين، غادي نجمع الدار كامله باش نوجد الدار ديالي للعيد نتاعي حيت الخصوص كانت عندي الروينه، وغادي نقاد شي شويه د لا ديكو ونقول لكم فرجه ممتعه. وش من ليلة وش من ليلة هذه الليلة
شاوروا عليا ماشي انا اللي جريت جراوني والدنيا زلقت فيا عقل على الملح اللي بيناتنا وعينيك تكون قبل عيني صبرتيني شحال من مرة تبارك الله كيفاش صفات شفتوها عرفتو كانت مضب بجاجة ما نقول لكمش كيفاش صافي هاد الجهة كاملة دابا ليت جو الجهة أخرى هادشي كلشي مسح مسالي وحتى التيسيو هذا اللي باقي خصني نمسحو هاد الفوطويات اللي جوج نمسحو هادو كندوز عليهم غير برودوي هانتوما غير شوية ديال البرودوي ولا شوية ديال الدريرة في الماء وكيحيدو لي طاج بحال هنايا كانت عندي واحد الطاج كبيرة هاي باقا فازقة خطيتها غير بالماء هادي بغيت شي تنعمل لها برودوي نتوما عارفين العروس غاليين كيجيبو الماكلة كيجيبو الياغورت ماشي دائما غتكون نتينا في الدار وتقابل صافي دابا غادي نجي لهاد الجهه ومن بعد غادي نجي للمرحله ديال لا ديكوراسيون هادشي باش نعمل كل حاجه بلاصتها شوفوا ديك الوردات اللي جيت من اكسيون البنات بجوج اورو شوفوا كيفاش جاوا فنين في هاد الباص شتوهم جوج اورو الوحده جاوا فنين في هاد الباص بون شونس دابا نكمل هادشي الوغ البنات اللي كيسولوني لميا كيفاش خرجوا لك الكراسه ديال الصالا مونجي اللي في الكوزينه شوفوا البنات خرجوا لي مانيفيك امبيكابل واخا في البيج مثلا توب هو توب وبين بيج كنعمل شويه ديال الذره فيها الصابون وكندوز عليهم فريمون حسن من التود الفوطويات كيتزول منه الوسخ بسرعه فريمون اونتي تاش واخا فيها الدار الوليدات واخا نتوما عارفين شخاطن واخا والله ما نكذب عليكم البنات لا لونتروتيان ديالهم ساهل بزاف لا هما لا هادو ديال صالا مونجي ساهل لونتروتيان ديالهم بزاف الا كنتم مهتمين البنات الجداد اللي ما عارفينش هادو راهم من عند نظر مبلى الحباب الثمن ديالهم جد مناسب نظر مبلى عنده الاثمنه مناسبه لي برودوي دو لوكس ودو كاليتي شي حاجه من احسن المحلات في بروكسل باش نقول لكم والله العظيم البنات انا راه درت بزاف وكنت كنديكم معايا وكنشري من كلشي باش تلقاو موديرن وداكشي مواكب العصر وهكذا فيني مخير من عند نظر مبل اثمنه جد مناسبه حتى البيفي من عند نظر مبل كلشي هادشي اللي زوين اغلبيته من عند نظر مبل دابا جيت لهاد الكوان هذا ديال البيفي باش تحيد منه كاع هاد القشوع بزاف ونعمل فيه لا ديكوراسيون لان هادو كنت كنستعملهم في رمضان صافي دابا جا العيد الصغير جا العيد الكبير اختكم باقا ما رداتهم من بلاصتهم دابا عاد كتبوا حنا عليهم الله وبالنسبه الحاجه اخرى كنتو كتسولوني عليها الكوزينه الحباب راه ماشي جديده الكوزينه شريت بها الدار ماشي شي كوزينه زوينه الا غتجدوا الكوزينه عملوا داكشي مودرن بالايلو سونترال داكشي اللي كي اللي خرج دابا ماشي داكشي اللي كان قديم انا حيت باقا مزيانه وباقا فونكسيونال ما كاينلاش نحطوا عليها فيها البيجي حيت فريمون باقا مزيانه ما هي راها كوزينه قديمه هنايا غادي نحط شي شويه ديال الديكورات هاد البلاطو د اكسيون فيهم ديك الديكورات اللي خديت من ميزون دو مونت في السولت شي 6 اورو شي 7 اورو المهم غير بحال هكذا باش نخفوا هنايا قبل كنت عامله فيه الكوان بار ولكن حيت ديبلاصيت البلاصه بما انني حطيت لا صاله مونجي ما بقاش عندي البريز فحيدت منه داك لا كافتيغ ا كابسول انا جبرتوني طلعت هادو من هكا بعقلت المرايات اللي كنت شريت د اكسيون باقي ما كنحن عليهم والله المهم لقيت وحده تهرسات هادشي اللي عطا الله اخذنا هما دونك كنفكر نعلقهم في هاد الحيط هذا غادي نشوف كومون صافا دوني هما عندي وماشي مشكل ما نخسر لا فلوس لا حتى شي حاجه نجربهم ونشوف غادي يجيو مدلبسين الحيط غيجيو مزيونين واخا تهرست لي وحده سي دوماج معليش غنقضي بداكشي اللي كاين دابا مزالت حتى سالي حتى طاح الليل يلاه عشيت البنات وغسلت لهم الشعر المهم هاد النهار داز كله نيتواياج حيت اخوتي كاينه الحراره ما صورتش معاكم المراحل لان اختكم عملت غير بالقندور عرفتوا ديك القنادر ديال 50 درهم من المغرب بهم عملت الشغل لان واحد الحراره ماشي طبيعيه دابا غادي نشوف شوفوا هادي تهرسات لي هادي حتى نشوفهم سلمى واش عندها شي طبيصيله بحال هادي ولا نشوف سويسلاين الوغ دابا اختي غادي نقاد هادي ديالي جوبونس هادا غنعملو هنا جي زوين البريزات وباقا خاصها هادي واحد الصابه باش نحطو هنا كبير مع الصغير ياكو اولا
غادي نحطو هنا. عجبني عجبني بزاف هيدا فشي عرفتي شي طويله ديال العيد هذا الشيء يكون محطوط اولا نحطو هنا. جوبونس غادي نحطو هنا. شوفوا كتقولوا نتوما اولا نحطو هنايا هادو الثلاثه بهم يجيو بحال هكذا وهذا يجي هنا ولا شويه عليا وهادو هنا يشوفوا معايا نحيد شويه ولا نعملو هنايا قيل هنا ما جاش يبان ليك تما كنبين حسن ما عرفتش جوبونس غادي نردو هاد لي للاسف كانت جات غزاله بغيت نعاود هاد القران كانت جات غزاله مع السينيه كانت جات فنانه مع السينيه فوالا بحال هكدايا والقران نخليو بحال هكدا شتوها كانت جات غزيله مع السينيه ولكن الصراحه ما كتبش تهرست عندنا ما نعملوه حتى نشوفو حتى نشوفو بحال لي قلت لكم طريسي المهم هانتوما كلشي جمعتو كلشي كملتو دابا هنايا عرفتو هاد الحاشيات كلشي هاد الحاشيات هبطتهم بالجابيل كلشي دابا باقي خصني غير الفيبان يتغسلو والبريزات المهم البريزات باقي نقيين ولكن خصو من لونتروتيان باش ميتوسخوش صافي تا هنايا كلشي نقي كلشي ممسوح هادشي كامل تمسح هدا كنت وريتو ليكم شتوه والكوزينه كذلك عرفتو الكوزينه فرحت عرفتو الحاشيات شوفو نتا حيت شحال بويض كلشي دوزتو الجابيل باقي هاديك الجفاف محيدتوش من تما هانتوما كلشي ولا نيكال كلشي كيشعل الحمد لله نقيتو حيت شحال من حاجه وبحال ديما كتعرفوني ما كنحملش نرجع قشع واخا هما القشوع الا بقاو تما كيبينو بحال ما عملتيش الشغل ولكن ساعدو الله خوتي حيت بزاف غادي نوريكم هذا بيان سور تهرس لي تيقدو امين نرى هاد لا ديكو كيفاش جات المرايا كيفاش جات جات فينا غزاله المهم انا حيت ما لابساش ما كنبغيش نمشي في وسط المرايات هانتوما هذا تهرس لي تيعدلو امين ولكن جات خطيره دفعتو لهنا المهم عندي الباساج ملي كندوز حيت علاش حيت كتهود لي لابوسيغ عليه هاد الدروج وكنتعذب كل مره خصك تنسحو كل مره تنطفو الوغ شوفو معايا شنو حطيت هادي ديال اكسيون كان فيها شوشه كحله وانا عندي وحده بحال هكذا وانا نحيد ديك الكحله وعملت هادي باش جا داكشي اسورتي الوغ بالنسبه لهاد المرايات الكبيره الثانيه تهرست لي نتوما شفتوها فعملت بحال هكذا جوج ويلي كلشي مفضوح اذا كنت ما لبستش جوج وهادو جوج انا حطيت هادو حتى هما هادو كنت خديتهم من اندرليكت من الشوبينغ حطيت هادي زوينين هادي غادي نشعلهم بعدا بالضو ديال اختي نحطوهم شويه على الضو فهاد البلاطو ديال اكسيون حطيت فيه هاد اللعيبات بثلاثة هادشي كلشي من ميزون دو موند وثلاثة بهم مشريين بروموسيون نقلبو هاد الصابليي وهادو ديال اشيام هم كنت طحت لي هادو تعوجت شوية فحيدتهم من الصالون عملتهم غير هنايا وهنايا علقت هاد اللعيبة هادي كانوا عندي غير زايدين والحيوط خاويين خاويين باقا لابيون دو غي مقديتش عليها خصها نغسل نيت الفريك نيت مقديتش عليها وهنايا حتى هو علقت هاد اللعيبة هادي حيت موجودين غادي ما نستعملوهم حتى شي بلاصة اللهم يعمرو الحيط فوالا بحال هكدا شتو فوالا بحال هكدا كلشي ولا تبارك الله كيشعلو هادو جاو غزالين حق الله لا عرفتو المنظر غزال رجعت لورا البنات غير دابا بديك البلاكار مهرس مكتبانش مزيان ماهي ألي مانيفيك جاو مخيرة الغزالات ديالي وصلت معكم لاخر الفيديو كنقول لكم عيدكم مبارك سعيد يدخل عليكم بالصحه والسلامه الله يفرحكم بالنتائج اللي ولدتكم ويفرحني حتى انا ببنيتي وان شاء الله تكون كل ايامكم وايامنا اعياد والله يشفي الناس المرضين والله ييسر امور الجميع واللي في نيته شي حاجه الله يكمل عليه بالخير بمناسبه هذا اليوم الزوين تبقاو لي على خير والى فيديو مقبل.